هي محمح، يعني باش نوضحوا العمليه يعني كيفاش قاعده صرا، نديروا ان بريك بوينت سي ونستعملوا ديبوغر. ديبوغر راح ينعتنا كيفاش البروغرام يمشي ستيب بير ستيب. هو في الاول راهو هنا ابري ستيب انتو انتقل ديسبلاي ا، ابري ديسبلاي ا ننتظروا شويه انتقل ديسبلاي ا واش يدير هنا. ما كان حتى تعريف الفيرست نيم، ما كان حتى تعريف الستودنت انفو. مينتنو ستودنت انفو راهو معرف افك احمد فيرست نيم ولا احمد، يعني في الاول بوينت هنايا ان فوا باس هذا لا لين هذه قام بتحميل الفاليو تاع لاتريبيوت هذه، وقام بتحميل لي زاتريبيو تاع لوبجي ستودنت انفو 1. بعد ابري انتقل للست تايم اوت هذه واش يدير، ما راحش يشوف معاها، راح يعني لانه تايم اوت فوالا خرج ما اكزيكيت لنا حتى حاجه، يعني احمد جوست احمد. ابري راح انتقل هذا البلو انتقل ديسبلاي 1، يعني زاد لقى ديسبلاي 1 عاود ديسبلاي 1 يا بال ديسبلاي 1 بوينت هنايا ما كان حتى تعريف. فوالا نشوف هنا ريفيرونس ايرور ديسبلاي 1 از نوت ديفايند، يعني ماهيش مديفايند. دونك ان فوان اكزيكيتيو هنا ماهيش معرفه، ان فوان اكزيكيتيو وي باسي فوالا افيشنا احمد. علاش افيش احمد؟ باسكو احمد ولا معرف، فوالا ولا معرف ولا معرف. راح التايم اوت هادي، تايم اوت هادي قلنا ماشي مش معاها بور لانستون باسكو عندنا دو تاسك اون باراليل، يعني فونكسيون اون فونكسيون دو. هو يعني هنايا يعمل فونكسيون ان كملها مانتنون فونكسيون او كملها، واش دار عاود رجع ديسبلاي ان هنا كملت تاسك نيميرو ان، يعني هذا هو السيرفر يخدم، يخدم هذا هذه التاسك تاعو الاولى اللي جات اكزيكيتا احمد احمد. ابري هنا التاسك الاولى انتهت، ينتظر هنا وقت انتظار من بعد يتيكزيكيتا التاسك الثاني. التاسك الثاني هي لا فونكسيون دو، يعني اكزيكيتا الفونكسيون الاولى ان فوا كملها انتقل لا فونكسيون دو اللي هي التالي. فوالا ننتظروا شويه السيرفر انا نشوفو او كونيكت او كونيكتي ان فوا كونيكتي نشوفو هنا مع الكونسول كونكتو لوكالوست. فوالا كونسول هنا مازال ما افيش لنا حتى حاجه، ليسونسيال راهو تكونكتا. واش تكونكتا؟ كي جا هنا ديسبلاي اف، ديسبلاي ا ديجا اصلا تاسك نيميرو ا اللي هو ديسبلاي ا اكزيكيتاه، درك ديريكتومون ينتقل تاسك نيميرو 2 اللي هو ديسبلاي 2. كيما رانا نشوفو ديريكتومون من هنا راح ديريكتومون تاسك نيميرو 2 و بوانت ان. هنا كيما رانا نشوفو ولات معرفه موح، ولات معرفه لوبجي اللي فيها دوز اتريبيوت لاست نيم فيرست نيم لو معرفين. مي راهو بوانتا مازال حتى ينتقل، الا ينتقل من هذا السطر يقوم بعرض هذا الموح، يعني الفاليو تاع لاتريبيوتور سناي واللوبجي كيما رانا نشوفو. شوفو مع الكونسول هنا انتظرو شوية فوالا كونسول نشوفو هنا بتيت فلاش اورون بلي افيش لنا موح الاولى، سي موح الاولى. من بعد ابري ستاب تو، من بعد ننتقل لهنا القوس، من بعد زيد يروح يلقى ديسبلاي 2 فوالا ستيب ان 2 فوالا زاد افيشنا محتو. يعني ديما هنا هو على درايه بانه ديسبلاي ا راهي دو فوا ابلي، يعني الاولى عطى دي فاليو، الثانيه افيشا زاد عطى دي فاليو وافيشا. دونك هذا هو مفهوم يعني كانسل هنا نوقف الديبوغر ستوب اندرن. كما قلنا هذا هو المفهوم، هذا مفهوم لاسانكرون الاسانكرون. يعني عندنا ديسبلاي او ديسبلاي ان دو تو تاسك، تاسك او تاسك دو اون باراليل، في السيرفر ينفذ ديسبلاي ا الاي ينفذ ديسبلاي دو. ابري في الاسانكرون في مفهوم الاسانكرون شي نوت جي اس، عند النوت جي اس هي انه ديسبلاي 1 وديسبلاي 2 واش يدير لهم؟ يعمل لهم سانكرونيزاسيون، حاب يقول اكزيكيتيهم او ميم طون. دونك هذا هو يعني المفهوم. انا واش حبيت نقول؟ حبيت نقول انه هذه ست تايم اوت هي شيء اللي تعلمناه هنايا، درنا لا ديفيرونس اونتر واش اونتر لا سانكرون و الاسانكرون.
عند الاول كي ما استعملناش سيت تايم اوت، يعني جا نفذ ديسبلاي، ديسبلاي عنده دو اكسيون، هادو دو اكسيون نفذهم في نفس الوقت. انا الاسانكرون يعني لابيل الاولى لابيل الثانيه ما دارش بيناتهم ديفيرونس، يعني لابيل الاولى لابيل الاولى دو اون باراليل اكزيكيتاهم. مي بار كونتر انفو كي جينا حطينا هذه يعني سيت تايم اوت وعيطنا الديسبلاي دو، ولات عندنا ان اوتر تاسك اون باراليل يتيكزيكيتا. هو واش دار؟ اكزيكيتا اكزيكيتا لي دو تاسك هادو كوم اي ميسيون مهمه، اكزيكيتاهم اون فوا انتهى منهم، انتظر دو سيكوند ومن بعد ابري راح للديسبلاي دو وزاد اعمل دو زابيل للانفو دو وافيشا محمر. دونك هذا هو المفهوم من هذا هو المفهوم تاع الفونكسيون سيت تايم اوت ومفهوم الاسنكرون والسنكرون عند سيرفر ونوت جي اس. نلتقي في دروس اخرى ان شاء الله.